السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي كتمنى الدنيا الصالحة الله يرزقها ليها، اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي مادة ديالها حنا الله يسهل عليها ويفتح عليها أبواب الخير، الله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يسهل على الحبيبة ديالي والغالية على قلبي باش ما كيتمنى، والله يدير لكم الطريق في الضيق، والله يستركم ما يستر الانسان من السنان، والله ينقي طريقكم من الشوك يا الحبيبة ديالي، وبعد عليكم بنات ولاد الحرام. اي وحدة كنتمنى يكون عندها قبول في حياتها امورها تيسر، لانه العديد منكم اللي كتشاهدوني كتعانوا من مشكل ديال عدم تيسير الامور، ديما امورهم متعسره لسبب من الاسباب، سواء عندها السحر، عندها عين حاقده، عندها تابعه، دست على شي سحر واخا هو ما مديرش ليها هي، لكن يعني غادي يسبب ليها وغادي يعسر ليها الامور الحياتيه ديالها ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم وصفه من الوصفات اللي كتعجبني انا شخصيا وكنلقى فيها راحتي، واللي غادي تعطيك نتيجه من اول استعمال، غادي يبان لك يعني بعض الامور كتغير في حياتك، يعني ربي سبحانه وتعالى غادي يفتح عليك ابواب الرزق، والمال والمشاكل اللي عندك في البيت ديالك غادي تحل باذن الله سبحانه. كيف ما كنقولوا العقده ديالك واخا تكوني كتعاني من الوقف والتعطيل في الزواج في الوظيفه، يعني في بزاف ديال الامور ديال حياتك ما ميسراش ليه، غادي تحل العقده ديالك. كذلك واحد النقطه الله يجازيكم بالخير غادي نشير ليها في هذا الفيديو هذا، اللي كتعاني من مشكل ديال السحر تشويه الجمال، اللي كتعاني من سحر تشويه الجمال، يعني ملي كنقول لكم سحر تشويه الجمال، بعد ما كانت بشرتها مثلا صافيه نقيه شويه تقلبات فيها الحبوب والنماش والسويدات، يعني الشعر ديالها مثلا كيطيح لها بحده من بعد ما كان، يعني الشعر كتلقو في العراسه، تراها البنات، تراها العين حق والحسد، راه هاد الامور هادو راه العين كتوصل مولاها للقبر، راه العين كتوصل مولاها للقبر. لذلك الله يجازيكم بالخير، بقا ديروا الاذكار وحسنوا ريوسكم باش تفادوا هاد الامور هادو، لان شحال من وحده تقلبات حياتها غير بالعين، تقلبات حياتها غير بالعين والله العظيم. المهم يعني اللي كتبان ليها صحتها كتفقد صحتها، هذه راه يعني من كثرة الامور هادو، بزاف ديال الامور راه كاينه اللي كانت بخير وعلى خير شويه ولا عندها شي امور ديال ربي السلامه، فهمتي؟ كتمرض اليوم غدا اليوم غدا، ديك الجمال اللي كان عندها وديك الصحه اللي كانت عندها وديك القليده اللي كانت عندها مشات يا غير بالعين والحسد او السحر. المهم انا فقط كنشرح لكم، اما الاساس والاهم اختي هو انك خصك تنوضي وديري النيه واعملي الوصفه، وصفه سهله بخطوه منك، خطوه منك فقط غادي تقدري انك تبدلي بزاف ديال الامور في حياتك. انا كنقولها لك كنصيحه من اخت ليكم، يعني خطوه منك تقدري انك ديري بزاف ديال الامور في حياتك. المهم غادي تاخدي المفتاح، المفتاح او الساروت. المفتاح بطبيعة الحال هو رمز ديال يعني الفتح، باش ربي يفتح عليك جميع الابواب المغلقة، ربي غادي يفتح عليك جميع الابواب المغلقة. اول حاجة غادي تهزي هاد المفتاح هذا وغادي تنظفيه، يعني غتنظفيه بماء الزهر، الماء ديال الزهر. غنوريكم الطريقة كيف ما قلت لكم الحبيبات ديالي، ماء الزهر هانتوما، ماء الزهر كتهزو قطن بحال هكا. غنقول لكم انا الوصفه بالتفاصيل ديالها، لانني شحال مره كنكون دابا مثلا كنحط لكم شي وصفه وسبحان الله يعني ما كنحط عليكم غير بالهضره، ما كتقدوش انكم تفهموا وتستوعبوا داكشي كنقول لكم. المهم هانتوما القطن درت فيه ماء الزهر، كنبدا انني نقي هذا المفتاح هذا او هاد الساروت هادي، هانتوما بهذا الشكل هذا،
نقيها مزيان من الزهر، ومن الشروط ديال هذه الوصفه ايضا ان الساروت ما خصهاش يكون فيها الصدى. طيب جزاكم بالخير، يعني الساروت ما خصهاش يكون فيها الصدى. من بعد الحبيبه ديالي غادي تذكري الله وتعقدي النيه ديالك، غتقولي بسم الله وتعقدي النيه ديالك. يعني شنو كنقول، شنو كنقصد بانك تعقدي النيه؟ تعقدي النيه كنقصد بها الحبيبه ديالي هو انك داكشي اللي انت كتمناه، داكشي اللي انت حابه انه يتحقق ليه، كتقوليه بينك مع راسك، كتقوليه بينك مع راسك، كتقولي مثلا انا بغيت ربي يفتح عليا باب الزواج، بغيت ربي يفتح عليا باب الوظيفه، بغيت ربي يفتح عليا انا الامور ديالي تحل مع الزوج ديالي، ان مثلا فلان ولد فلانه يرجع ليا. يعني هاد الامور هادي كتعقديها، بغيت ربي يرزقني مثلا شي حاجه ما كنتش كنتسنى، شي خير، شي باب يتفتح في وجهي. يعني انت كتمني وكتعقدي النيه ديالك بينك مع راساتك، كتعقدي النيه بينك مع راساتك. المهم يعني كيف ما قلت لكم مع راسك، وغتهزي هذا المفتاح هذا وغتحاولي انك تمرري على الجسد ديالك كامل، يعني تدوزي على الجسد ديالك بهذه الطريقه. ها نتوما من الصبع الصغير ديال رجليك حتى راسك وانت كتمرري بهذا الشكل هذا، هادي كدوزي على الجسم ديالك كامل، يعني المناطق اللي انت بطبيعه الحال واصلها. هادي تحاولي انك تدوزي على اكبر قدر ديال يعني ديال الجسم ديالك بهذه الطريقه هذه، ورجعي عاوتاني مثلا لهاد اليد هذه وبدا عاوتاني يعني بهذه الطريقه، ودوز المفتاح بهذا الشكل هذا هادي حتى ندوزو كامل على الجسم ديالي. من بعد شنو غادي دير؟ غتهزي الحبيبه ديالي الملحه، غتهزي ملحه وتحاولي انك تسمحي لي البنات الله يجازيكم بالخير نسد هذا الباب. كيف ما قلت لكم الحبيبات ديالي من بعد كتهزي الملحه، الملحه كدير واحد القدر يعني كافي ديال الملحه، هذا فقط يعني حطيت لكم هاد الملحه هذه للشرح فقط. كتهزي الحبيبه ديالي هاد الساروت اللي مسحتي بها كامل الجسم ديالك كيف ما قلت لكم، وكتحاولي انك تدفنيها في الملح يعني بدون انها ما تبعد. ها نتوما تحاولي انك تفنيها في الملح، يعني كما قلت لكم ما خصهاش انها تبعد. وكما كتعرفوا بلي ان الملح راه هو غني على التعريف، الملح راه خطير في الجلب في التهيج، راه الملح خطير البنات، راه منحتاجش انني نهضر لكم على الملح لانه الملح معروف عبر التاريخ. المهم الملح الحبيبه ديالي كيطرد الطاقه السلبيه والشياطين من الدار، اي حاجه خايبه كيطردها الملح. المهم غادي ديروا غتهزوا هاد مثلا هاد الطاسه هادي اللي دفنتي يعني درتي فيها الملح ودفنتي فيها الساروت اللي دوزتي على الجسم ديالك، وكتمشي وكديريها تحت السرير ديالك، كديريها تحت السرير ديالك. البنات اللي غيقولوا لي ما عندناش السرير، يعني ما عندناش مثلا كنعسو غير في الارضيه، كنعسو غير على في التراب، غنقول لك الحبيبه ديالي ما عندكش السرير، بامكانك انك تهزيه وديريه في المريو ديالك او الدولاب ديالك عند الملابس ديالك الشخصيه، عند الملابس الشخصيه ديالك بامكانك انك تحطي هذا في الدولاب ديالك الا ما عندكش السرير. احنا من هاد النقطه هذه راه تهنينا منها، يعني هذه راه نقطه مفهومه. ملي غيوصل الغد الاخر ان شاء الله باذن الله تعالى غتهزي يعني هادشي الغد الاخر من بعد ما درتيها في الدولاب ولا تحت السرير ديالك، كتحاولي انك تحيدي ديك الساروت او المفتاح من الملح، هي وغتحتفظي بها بطبيعه الحال، غتحتفظي بها يعني في شي بلاصه، وتحاولي ان هذا المفتاح هذا ما يتوضرش وما يعني ما يطيحش ليك ولا هذا، هذا المفتاح هذا غتحاولي انك تحتفظي به في شي بلاصه اللي ما غاديش يشوفها حتى شي واحد، يعني اللي غتحتفظي بها وما غادي يوقع عليه حتى حاجه.
دابا غتقولوا يا حبيبه ديري هذا الملح شنو غادي ديروا به؟ بطبيعه الحال هذا تساؤل ديال العديد منكم. هذا الملح غتهزيه وغتبخري به، غتهزي بوطه ولا غتهزي بجبار وغتحاولي انك تهزي هذا الملح هذا وتلوحيه في دقه واحده، دقه واحده غادي تلوحيه في المجبر. وانتي لابسه شي بيجامه واسعه، لابسه شي بيجامه واسعه وتحاولي انك تبخري بداك الملح، تحاولي انك تبخري بداك الملح، يعني داك البخور ديال الملح هو باش غتبخري باش انك تفوسخي به. في لا عندك شي تاب، عندك عكوسات، عندك السحر، عندك اي حاجه، عندك مشاكل مع الزوج ديالك، مع الحبيب ديالك، مشى هرب وخلات، يعني امورك متعسره، بخري بداك الملح. لبسي شي بيجامه واسعه، حاولي انك ما تكونيش لابسه يعني الكيلوط ولا لابسه شي حاجه الملابس الداخليه، حاولي انك تحيدهم، لبسي فقط بيجامه واسعه او كسوه واسعه، وحاولي انك تهزي هذه الملحه هذه وتلوحيها دقه واحده. خصوصا انا كنصح البنات فوق المجمر، فوق المجمر لانه باش يتبخر مزيان، لانك انت غتبخري به. الا درتي فوق البوطه راه غيبقى يطرطق، غيبقى يطلع، وهذا ما عندكش. المهم تحاولي، حاولي انك تنقصي على البوطه وحاولي انك ما تحرقيش ولا شي حاجه. المهم وهذه هي الوصفه البنات، وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا عندها شي تساؤل ولا عندها شي حاجه تكتبها لي في التعاليق. وحاجه ثانيه الله يجازيكم بالخير، راه القناه الثانيه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، حاولوا انكم تدخلوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش انكم توصلوا بكل جديد. راه كنحط فيها فيديوهات، وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.